عباد الله، إن اليهود على حسب الوعد والموعود في كتابهم الذي يعتقدون أنه منزل على موسى من لدن ربنا جل وعلا وإلههم يهوى رب الجنود، إن اليهود يعتقدون أن الأرض التي تجلسون عليها وتطؤونها بأقدامكم وعدهم الله تبارك وتعالى إياها في كتابهم المنزل على نبيهم، فهذا وعد ربهم لهم باعتقادهم وزعمهم، فماذا أنتم صانعون؟ تخالفوا، تمزقوا، تشرذموا، فليأكل بعضكم بعضا حتى يأتي من يأكلكم جميعا. اتقوا الله يا أمة محمد، يا خير أمة أخرجت للناس مزقت ثأراتكم حقوقكم وبددت قواتكم أوهامكم خلافاتكم تشرذمكم انقساماتكم على الجماعات المختلفة التي تتناحر بينها وهي تدعي أنها تملك الحق المطلق، والحق الذي معها معه باطل كثير، يتقاتلون يتناحرون إلى متى يا أمة رسول الله؟ هذا هو سيد العالم في نفسه كما يظن ويظن غيره يعلن هكذا صراحة لأول مرة في تاريخ المملكة الماسونية العظمى، لأن أمريكا هي مملكة الماسون، يعلن هكذا جهارا إن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل، ويقرر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس العاصمة الجديدة. فليقل ما شاء أن يقول، هذا كله وهم باطل وزيف زائف ولن يكون منه شيء، ولكن أين أنتم؟ أين تماسككم؟ أين ترابطكم؟ أين تعاونكم؟ أين نفيكم ونبذكم لخلافاتكم؟ تضعونها تحت أقدامكم من أجل أن توحدوا غايتكم، لتعرفوا طريقكم، لتستقيموا على دين ربكم. أين أنتم يا أمة محمد؟ وكلكم مستهدف بالذبح، لأن معنى أن يكون الهيكل الثالث قائما أنه لا بد من الذبائح الكثارية على درجات سلمه، وأنتم الذبائح الكثارية، ذبائح الأمميين الكثارية على درجات الهيكل، لتكونوا عبيدا إن عشتم ومذبوحين كالشيات إن قتلتم. أين أنتم؟ لماذا لا تفيخون؟ لماذا لا تتعلمون دين ربكم؟ إلى متى؟ حتى يذبحونكم ذبحا. اتقوا الله، اتقوا الله عز وجل، إن لم تتقوا الله في دينكم، في وطنكم، اتقوا الله في أبدانكم، في أعراضكم، في نسائكم، في بناتكم، في زوجاتكم، في أمهاتكم، في أخواتكم، اتقوا الله، أفيقوا. عسى الله عز وجل أن يرفع الغمة عنا وأن يفرج كروبنا، وهو الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.